هل هذا التقرير الذي صدر عن أحد مراكز الأبحاث في فنلندا كان مفاجئا لك؟ في الحقيقة لا تامر، يعني على الرغم من كل المعلومات التي تخرج هنا على صفحات ليس الصحف الألمانية فقط، ولكن التقارير التي تخرج أيضا في جميع وسائل الإعلام الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي خفضت كميات النفط تحديدا التي استوردها من النمسا من عذرا من روسيا، ولكن الحقيقة كانت يعني حسب تقارير أخرى نقرأها في مراكز الأبحاث أن الكميات ما زالت نفس الكميات وربما قلت بشكل طفيف جدا، ولكن ليس بالشكل التي يتم ترويجه من الدوائر السياسية الأوروبية. التقرير الذي خرج أو البحث الذي خرج تامر مان من معهد أبحاث الطاقة في هلسنكي العاصمة الفنلندية يتكلم عن أن الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الماضي استورد من نفط من روسيا تقريبا بنسبة 51% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، والكمية على عكس ما يقال في على هنا في ألبانيا وفي الاتحاد الأوروبي، معلومات التي تقول أن خلال شهر يونيو الماضي أن معظم كميات النفط كانت تذهب للصين وللهند. يعني الأمر مختلف تماما. أنت تقول عكس المعلومات، أنت تقول عكس المعلومات، معلومات تقال من لمن؟ المعلومات التي تخرج هنا، يعني المعلومات التي تخرج الرسمية مثلا تناول الصحافة. بالطبع الصحف الألمانية والصحف الأوروبية تأخذ معلوماتها بالشكل المباشر دائما من ألسنة المسؤولين الألمان أو المسؤولين الأوروبيين والدوائر السياسية داخل المفوضية الأوروبية المعنية. هل لديك تبرير لماذا يقولون غير ما يحدث؟ بالطبع لتوضيح أن العقوبات التي يتم فرضها من جانب الاتحاد الأوروبي ومن الغرب بشكل كامل هي مجدية، وأن الاتحاد الأوروبي يقف بشكل كامل في صف الجانب في صف أوكرانيا بشكل كامل، وهم يخفضون الكميات التي يتم استيرادها. يعني هذه تصريحات في أصلها شعبوية. ممكن نقول كده، بالطبع ممكن نقول كده، لأن الصحف الألمانية والأوروبية هي ملتزمة دائما بما يخرج من ألسنة صانع القرار السياسي هنا، ولا يستطيعون قولا أمر مختلف عن ذلك، إلا بالطبع العمليات الاستقصائية والصحف الاستقصائية والأفلام الوثائقية الاستقصائية التي تتحرض دقة بشكل كامل وتجري وراء المعلومة ربما لسنوات حتى تخرج بمعلومة حقيقية. هل معنى ذلك عربي أن ألمانيا تخفي ما يخفيه الجميع وأنها تتعامل وتستفيد وتعلن عكس ذلك؟ تامر، المرة الماضية عندما سألتني وأنا أتذكر هذا السؤال عن استقالة بوريس جونسون رئيس الوزراء الإنجليزي وصاد هذا الأمر هنا في ألمانيا، وربما بسبب المساعدات الإنجليزية إلى أوكرانيا أثرت، يعني هي سبب كبير في هذا الأمر. ففي التوقيت ده بالطبع أنا قلت لك هو في معلومات كتير بالتأكيد ستظهر، وأنا بقولها لك لتاني مرة على سؤالك ده، بالتأكيد ستظهر بعد العمليات العسكرية الروسية التي تجري على الأوكرانية، وستكون هناك مفاجآت كبيرة سواء من ألمانيا أو سواء من فرنسا أو سواء من الولايات المتحدة الأمريكية وما كان يجري في الغرف السرية والمكالمات السرية. هناك بالطبع يعني هناك من يتحدث عن تقارير أنا لم أحب أن أتحدث عنها، ولكن عن تقارير تتكلم عن مكالمات تلفونية بين بايدن ومن ناحية بايدن وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ناحية أخرى، ولم يتم الإعلان عن هذا الأمر. هناك من يتحدث عن هذا الأمر أيضا هنا، هناك من يتحدث الفترة الماضية كانت لم يتم الإعلان عن مكالمات تلفونية بين المستشار الألماني والرئيس الروسي، هناك من يتحدث هنا عن هناك كانت مكالمات خلال الأيام الماضية ولكن لم يتم الإعلان عنها، بدليل أن المفوضية الأوروبية تدخلت لدى دول بحر البلطيق وتم الإفراج عن الطعام الذي ترسله روسيا إلى كلينينغراد. تم هذا الأمر اليوم وتم الإفراج عن هذا الأمر، وهي تعتبر عملية تخفيف للعقوبات الموجودة ضد روسيا عندما تتدخل المفوضية الأوروبية تحديدا بشكل مباشر ربما إلى إستونيا على ما أتذكر، دولة من دول بحر البلطيق، لإفراج عن كل هذه الأمور. المعلومات التي خرجت بشكل مباشر تامر قالت أن الاتحاد الأوروبي استورد 51% من نفطه من روسيا خلال شهر يونيو الماضي، الصين فقط 25% من النفط، أيضا الهند فقط 4%. الدول السبع الكبار خلال شهر يونيو حسب معهد هلسنكي استوردت 9% من الكميات، يعني الدول السبع الكبار اللي هم بيفرضوا عقوبات زيادة على روسيا استوردت 9%، وده يعني أرقام كبيرة على عكس ما يقال في الصحف أن الاتحاد الأوروبي خفض كميات النفط وأن الكميات النفط الروسية بشكل أكبر تذهب إلى الهند والصين، والمعلومات كلها خارجة للمرة الثانية من معهد هلسنكي للطاقة. طيب أضيف إليك هذا الحديث الذي نقلناه أيضا طالما نستشهد بالماضي أنا وأنت، الرئيس الأوكراني تحدث أن
حركة نقل الغاز والنفط مستمرة رغم العقوبات، وأن الحديث عن العقوبات هو أمر غير دقيق، هكذا أقر الرجل قبل خروج هذا الحديث. لماذا إذن قد لا يكون هذا موطن التخصص لديك، لكن هو سؤال في العام سأعود إلى الخصوص بشأنك، لماذا إذن إصراره إذا كان يرى هذا الأمر أن العقوبات لا تمنع استمرار التدفق للغاز والنفط، لماذا يصر على العقوبة ولماذا يصر الغرب على العقوبة وتضارس الحزمة الجديدة منها على الأقل حسب الرواية المحللة في ألمانيا؟ الحقيقة حسب الرواية المحللة هنا في ألمانيا، أنا بتكلم عن المعلومات اللي تخرج على ألسنة السياسيين الألمان والمستشار الألماني وروبرت هابك. العقوبات التي تم توقيعها على الجانب الروسي هي تكبد الحكومة الروسية خسائر بالغة، حسب حتى أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية التي تحدثت عن هذا الأمر في بريمن في أحد الاجتماعات. ولكن الحقيقة مختلفة، يعني الحقيقة التي تناقش هنا، حتى أنا تكلمت عن دكتور شين وهو كان رئيس معهد إيفو أكبر المعاهد الاقتصادية في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي، والجميع يسمع له حتى المستشار الألماني أولاف شولز، تحدث أن ألمانيا يعني منذ سنوات طويلة وضعت أمنها في يد الولايات المتحدة الأمريكية وأمن الطاقة في يد روسيا النمو الألماني في يد الصين. هناك أزمة كبيرة في ألمانيا نتيجة عدم تنويع مصادر الطاقة. الحقيقة يعني النهاردة كمان تامر في حاجة مهمة، فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري يعني قال يعني تصريحات غاية في الأهمية في هذا الشأن تحديدا. قال أن الاتحاد الأوروبي أطلق النار على رئته، على الرئة الخاصة للاتحاد الأوروبي، بمعنى أن العقوبات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي على روسيا لها تأثير معاكس على الداخل الأوروبي. نسبة التضخم في الاتحاد الأوروبي لعام 2022 سوف يتم الإعلان عنها في شهر ديسمبر حسب التوقعات 7.6%. نعم. أنت هنا استشهدت بحديث فيكتور أوربان، لكن دعني أؤكد هذا الحديث الذي نقلته إلى ما قاله التلفزيون الألماني في ذاتي حسب التوصيف الصحفي. هذه أول مرة يعرض التلفزيون الألماني هذا التقرير اللي بيتضمن اعترافات ساقها من المفوضية الأوروبية، قال بشأنها بأن روسيا هي المتحكمة في النمو، وما معناه هو تضرر أكثر للاتحاد الأوروبي وليس موسكو. هل لك من توضيح حول هذا التصريح؟ بالتأكيد مفوضي الاتحاد الأوروبي، سواء المفوض الاقتصادي وبعد الساسة داخل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشكل كامل، تكلموا عن هذا الأمر بشكل صريح. القناة الأولى الألمانية نقلت هذه التصريحات عنهم وهذه البيانات التي خرجت عنها. أمن الاتحاد الأوروبي في يد روسيا، هم يقصدون الفترة القادمة نتيجة عمليات الإصلاح التي تجري الآن كما تعلم في مشروع نورد ستريم 1. لو قامت روسيا بوقف ضخ الغاز لألمانيا بداية من 22 يوليو الجاري ستكون أزمة اقتصادية كبيرة وضربة للاتحاد الأوروبي. لذلك الاتحاد الأوروبي يحاول الآن، يعني هناك محاولات التي نتكلم عنها ربما محاولات سرية مع الجانب الروسي للتحدث عن هذا الأمر، وضرورة أن تقوم أو تستمر روسيا في ضخ الغاز إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي بعد عمليات الإصلاح، لأن المتحدثة باسم محادثات سرية يعني تتوقعها ولا أعلن عنها؟ أنا أتوقعها، وبالتأكيد هي مستمرة الآن. لازم تكون في محادثات تمر غير معلنة، لازم تكون في محادثات غير معلنة، حسب حتى المحلل هنا بين بايدن، بين أنا بعذرا ما بين المستشار الألماني وبين الرئيس الروسي، يجب أن تكون هناك محادثات في يوم 22 يوليو. إذا لم تقوم روسيا بضخ الغاز مرة أخرى إلى ألمانيا ستكون أزمة كبيرة جدا لألمانيا. في أزمة، يعني في عدد كبير جدا من المواطنين الألمان سوف يخرجون على العمل، هيكونوا عاطلين على العمل هنا في ألمانيا. في شركات صلب، شركات زجاج سوف تغلق تماما، لأن عمليات الصهر، في أزمة كبيرة في الصناعة الألمانية. عمليات الصهر التي تجري داخل مصانع الزجاج ومصانع الصلب ومصانع الكيماويات وما إلى ذلك، تصميمها التكنولوجي يعتمد على الغاز. لا، هناك يعني كل هذه المصانع تحتاج إلى سنوات طويلة حتى يتم تعديل كل هذه الماكينات حتى تعمل بالتسخين عن طريق الكهرباء وليس عن طريق الغاز. لذلك إذا قامت روسيا بعدم ضخ الغاز هتكون أزمة كبيرة لألمانيا، هتجر معها باقي الاتحاد الأوروبي حسب الخرج أيضا من معهد إيفو، وربما ليس الاتحاد الأوروبي فقط وربما دولا أخرى في العالم، لأنها مرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد الألماني بشكل كبير. الاقتصاد الألماني، يعني ألمانيا تضخ أموالا طائلة في المفاوضات الأوروبية لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي بشكل كامل. إذا وقعت ألمانيا في هذا الفخ الذي وصف بفخ، ألمانيا موجودة فيه الآن، ده حقيقي تامر، هو فخ حقيقي للقوة الألمانية والاقتصاد الألماني. إذا وقعت في هذا الفخ بداية من يوم 22 ولن يكون هناك غاز، يعني غاز في ألمانيا، سنرى جميعا ما الذي سيحدث. سعدت بهذا اللقاء الزميل عربي مرزوق مراسل أكسترا نيوز، شكرا لك إذ كنت معنا عبر هذا الاتصال المباشر.